واحد من التلاميذ اللي منحتنا الدولة اللي استنشر المغرب، منحتنا درك اللي درعوا شهرين ولا ثلاثة، ومن منحتنا شهر المغرب، ولحد اللحظة نحن مازلنا هون طاردين المدارس اللي هي برنامج مشعنا اللي فاتوا 3 أشهر واللي فاتوا شهرين. نحن تمينا اليوم الين وخطنا الوزاره على خارج جماعه منا دق التقرا عن بعد، وذيك اللي يتم تسجيلها في الجامعات المغربيه، وجماعه ما دق التقرا عن بعد، وذيك الجماعه اللي ما دق التقرا عن بعد مستقبله في خطر، هي نتائجها زينه ومضبطه وممنوحه على اساس اعلنها عندها معدلات تخطى 15 في بعض الاحيان توصل ل 18، وللاسف الشديد الوزاره هامه تخسر مستقبلها. لذلك مطالبي من فخامه رئيس الجمهوريه ومن الجهات المعنيه واللي كامل قد ينصفنا، على ان احنا تلاميذ عندنا السنه تعبنا فيها سنه بكالوريا، خصوصا في الظروف اللي صعبه يعيشها العالم كامل، ندور الجهات المعنيه تعدل لنا حال ذيك الناس اللي قد تمشي تمشي شهر المغرب وتكمل قرايتها، وذي الناس اللي قال اللي المعترض عليها المغرب تعدل هون حلول تعود راضيتها، اما بكلية الطب هون تياها والله ما اللي اهل بالنسبه لها الكلاس بريبا يمشوا مشروع بوليتكنيك هون اللي عاد يبقوا وتشوف.